حياكم الله. انا اليوم موجود بداون تاون عشان نشوف مشروع روف هوم داون تاون الموجود على هالارض بالضبط، اللي هو حيكون على الشارع الرئيسي بهذا الاتجاه، ومن خلفنا حنقدر نشوف برج خليفه. طبعا زي ما قلت هذا المشروع موجود بمنطقه الداون تاون، براندد من روف، بيجي مفروش بالكامل، عليه علامه روف. حيكون فيه استوديو، غرفه وصاله، غرفتين وصاله، اسعاره جدا مناسبه، خطه الدفع تاعته كمان سهله. زي ما قلت بيجي مفروش بالكامل، فسهل انه يتاجر بنظام الهوليدي هومز، لانه كمان روف هو معروف انه اوتيل، ففي سيرفيسز كمان بالاوتيل ممكن تدفع عشان تاخذ هاي السيرفيسز للي حابب يستعملها. وزي ما شايفين بالفيديو اللي جنبي خدمات المشروع موجود، حمام سباحه، حمام سباحه للاطفال، روف فيه استراحه على الروف، زي ما قلت فيه استوديو، غرفه وصاله وغرفتين وصاله. اسعار الاستوديو بتبدا من 1,100,000، الغرفه وصاله اسعارها بتبدا من 1,700,000، الغرفتين حتكون على اخر البناي بطلالي اكثر على منطقه الداون تاون، حيكون سعره بيبدا من 3,200,000. خطه الدفع تاعت المشروع حتكون 50% خلال مرحله البناء و50% على التسليم يلي متوقع يكون بشهر 4 2026. بالامانه مشروع مميز جدا للاستثمار او للي حابب يسكن بنظام بفندق او فكره فندق يكون شقه مفروشه بالكامل. فاذا عجبكم المشروع ممكن تتواصلوا معي على الرقم الموجود على الشاشه، او ممكن كمان تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب عشان تعرفوا كل المشاريع الجديده بدبي.